الأخت أم مشاري تسأل عن إعطاء الزكاة للخادمة. لا بأس بذلك بشرط أن يغلب على الظن أنها مستحقة، وأيضا ألا يربط بين الزكاة وبين العمل، يعني لا تعطى الزكاة لأجل تحسين العمل وتجويده، وإنما تعطى كما يعطى أي فقير، وأيضا ألا يمتن عليها بذلك، فإن بعض الناس إذا أعطى خادمة أو سائقا أو عاملا عنده زكاة ثم حصل من هذا العامل أو الخادمة تقصير بدأ يمتن بالزكاة، وأنت ما تستحق وأنت كذا وأنت، فهذا يبطل الأجر. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فإذا كان الإنسان سيمتن أحسن شيء لا يدفع لهذا الإنسان، يدفع الإنسان البعيد حتى تنقطع صلته به. إذا كان يعرف من نفسه أنه ربما يمتن على هذا العامل أو هذه الخادمة، فالأحسن أن يبتعد ويعطي زكاة للبعيد. لكن إذا غلب على ظن أنه لن يمتن على هذا العامل أو هذه الخادمة فلا.